الرحمن الرحيم هنبتدي يا ابو العم خبر ايه خرمت ودني انا اسف كلكم عارفين قيمه المصنع في المنطقه في اول ما يا ابو العم ما تدخل ان تبل المزاد شغلك ده انا اسف يا عمده اتفضل يا عمده ارتاح قعدنا بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو العم خلص في الكلام هنبدا بسم الله ب 20 مليون 21 مليون خالد بيه 21 مليون 22 مليون محاسن الحلو 22 مليون 23 مليون الدبه اللي بتربيها الست محاسن 23 مليون 24 مليون 24 مليون 15000 جنيه ايه خبر ايه اطلع بره اطلع بره ايه فلوس وانا حر بيها فلوسك دي تروح تجيب بيها بقره تجري وراها في الغيط الناس بتقول ملايين الباشا قال كام 24 مليون 24 مليون 30 مليون ايه 30 مليون زعفران يلا على السيرك القومي يلا يلا اهو مين النص نقل السودا افهمك بعدين شالت الست محاسن وسابت الدبه وخرجت تبعي تبعك ازاي ما تقلقش خالد بيه قال 30 مليون يا عم وعهد الله ما قلت حاجه الست محاسن قالت 30 مليون يا عم ما... لا اله الا الله خبر يا ابو عم انا مش فاضيلك وريت مجال تاني يا حاج الحلوه احنا اسفين لو كنا ضايقناك يعني يلا يا عم عمران ارمي رميتك 17000 جنيه الباشا 30 مليون 30 مليون 31 مليون 32 مليون 32 35 مليون يا راجل اطلع بره بلاش كدب بقى 32 33 34 35 36 37 من قلبي 38 يا عمر 22 عباس العقاد دور الرابع شقه 10 المفتاح تحت الدواسه دلوقتي الولاد نصابه 36 مليون 36 مليون 50 مليون جنيه هتوحشنا والله 50 مليون جنيه والله هتوحشنا لا اله الا الله لا اله الا الله هو بعد عنك داخل عينيه مغربه وشكله بنموت وكان قاعد بيتفرج على التلفزيون وطلب كوبايه شاي سكر زياده وقال ماما وحشتني شفت وقال شوف ابني تامر وتامر كان في المدرسه ساعات الباشا 80 مليون 80 مليون 18000 جنيه زعفران على اسوان يلا يلا يا عمده القطر يا ابويا ابويا يلا بالسلامه يا ابويا 19000 جنيه يلا افتحي المزاد باطل باطل المزاد باطل الباشا 99 مليون 99 مليون 100 مليون جنيه ايه اللي دخل علينا ده يا عم دي عربيه تنشوكي تقريبا ده بعيد عنك جاي من ايام الكفار شكله داخل يشتري عبيد مش يدخل مزاد زعفران ما تقلقش من اي حاجه كله تحت السيطره لا ده باين عليه من العيله زعفران طلع جواز تكل انت يا زعفران امسك مين الراجل ده جريع عفروت انت مش عارفني ولا ايه يخرب بيتك يا واو اخيرا حبيبي عامل ايه واو 100 100 يلا سبقنا على بره خد الناس دي سويها المزاد اي كلام اطلعي بره يا فاشله الحمد لله ايه هو حضرتك عندك اصحاب من قريش اوعى تعدي حدودك والله ده جاي راكب حصان ملاك ابو لهب وبتاع وراجل بره وعايز افهمك انا يا عم تفهمني ايه انا مش بني ادم سحليه واقفه معاك اوعى انسفك خلي بالك انا اسف زباني على بيتكم عشان نقلب الوليه تخين قريبتك دي يلا هنقلبها يلا طب هعمل جرد المصنع وحصان جرد ايه وانت لسه اتنيلتش لو سمحت جرد بس زعفران بلاش سخافه ما تخافش زعفران مش هيعمل لك حاجه يا استاذ بلاش سخافه مش هيعمل لك مش انا يا ابن المتخلف يلا يا فتحي يلا يا عيد ايوه حاضر دخلوا الشنط اللي في ايديكم عيني حاضر بالراحه طعم المحشي اتغير تررا ورك الفرخة صغير نانانا أكبر فرخة أنا باكلها في العيد الزوق غير طعم الفرخة صغير آه الأغنية دي أنا أكلتها فين قبل كده؟ أكلتها فين إيه؟ مش فاكر مش آخرها شاي حاجة ساقعة أنت بتتريق عليا؟ بس أنا بكلمك بجد إيه رأيك في صوتي؟ يا ابني أنا حاجتين في الدنيا أحب أسمعهم إيه بقى؟ أول حاجة أحب أسمع صوتك وتاني حاجة؟ أحب أسمع خبر موتك الله
ستة رخم بقى. بقول لك ايه يا دعيم؟ هم حاطين ايه في الشنط الثقيله دي؟ انت مالك يا فضولي يا حشر؟ يعني ايه؟ انت هنا خدامه بس، يقول لك حط الحاجه دي هنا، تحط الحاجه دي هنا، ولما يناموا بالليل هنشوف فيها ايه. فكر كده وخليك ناصح يا وكيل باشا. وكيل باشا هند هاني مرتين هات الشنط دي عشان حضرتك تستلمها، لان عدى عليها الصبح احلى اداني. ها يا سلام، ما انت عندك واحده مشروخه مشروخه يا جبان. ايه ده؟ جرى ايه يا وكيل؟ يعني ايه عندك واحده؟ تعالى احكي لي. لا ده مرايات كده، الخدامين يقولوا لك كده مرايات بنسلفها. طب تعالى افرجك التحف النادره اللي اشتريتها. لسه بتضيعي فلوسك على الخرده؟ نفسي ادخل التاريخ. واللي يخش التاريخ يا هند يخش بدول، يخش بعلم يورثه للناس بفن راقي يرقي ذوقهم، مش بشويه كراكيب. دول كراكيب؟ طب اتفرج واحكم. لو جدع تقول لي ده ايه. بص بص ايه ده؟ ده جوانتي. لا ده وباب شجره الدر اللي النسوان قتلوها بيه يا شيخه، جبته ب 100,000 جنيه. كم؟ واخرج بيه قديم يا دي النيله. في ايه؟ وايه ده؟ ايه الخازوق بتاع سليمان الحلبي؟ مش خساره فيه. اتفرج على ده بقى اللي دفعت فيه كل فلوسي. ايه ده؟ ده فستان مونيكا اللي جاب كلينتون الارض. هو ده؟ ايوه. يا عالصدف شوف الحظ، خدي ايه ده الشورت بتاع كلينتون اهو. شفتي ايه؟ اهو ده بقى اللي جاب مونيكا على الكنبه. شفتي؟ وجايبه ليه؟ هديه مني ليكي. لا مش عايز. عايز ايه؟ في اتنين بيصلوا على حضرتك. تجار الانتيكات خليهم يتفضلوا. لسه جايبه تجار هنا يا هند. اكبر تجار في البلد. يا بنتي سلام عليك. جايباهم بواسطه. سلام عليك. بس اما نشتري بس. سلام عليك. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام عليك. اهلا وسهلا. ايه اللي تلات ارباع وشه شنب ده؟ مين ده؟ عدم لا مؤاخذة في السؤال، يعني مين فيكم الست هند؟ نعم. شنب مأثر على عينيه. ايه ده من اولها مش عارفني؟ انا هند يا ابني. معرفك بنفسي محسوبك مجدة مرزبة مصدع، جيت لك انا وابوي علشان نبيع لك الانتيك. ازيك يا مصدع بيه؟ اهلا بيك. ابوك مرزبة فين؟ ابوي. ناديله. انت واد يا ابوي. ايه ده؟ واد يا ابوي. يا بت بيقول لك ابوكي ما تلعبيش في اختك هالة. للعيون لما لقوكي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. السلام عليكم يا ابوي. ايه ده؟ مين اللي كان البياض وساب السفر ده كله؟ انه افيض والله. انا افيض ايه؟ اهلا اهلا. هي دي الست اللي علينا؟ هي دي الست الغنيه؟ يقضي عليها. عايزين الكلام يبقى بيننا وبينك. عشان الصفقه دي سريه. ايوه انا مستنيها. خرجي خرجي الخدامين. يلا يا راجل رش الجنيه نمشي. فين الخدامين؟ ده الوكيل صاحب القصر. يا ساتر. مساء الخير يا باشا. أخير. عايزين الكلام بيننا وبينك. خرج الخدامه. يلا يا وليه لم المايه اللي رشها الراجل ده. يلا رش ايه يا راجل؟ انت عمال تخرف. انت عمال تلدع بلسان وخلاص. عارفه ايه انت هان بتعمل؟ اتكلم مع مين انا؟ اتكلم معانا احنا اتنين. اعرض البضاعه يا ولد. فرجون لو طلعت مزوره هطردكوا بره. ايه ده؟ وريني. ايه ده جايب لي زلطه؟ مش اي زلطه دي. امال ايه؟ زلطه نابليون وماشيه مع الفستان اهي. شفتي دي زلطة نابليون؟ ايوه. معقولة دي زلطة نابليون؟ تالك طالعه في قفاه. بكام؟ 150,000 دولار. موافقة موافقة. موافقة ب 150؟ ده نابليون ما يسواش 150,000 دولار. كنوز مش فاهم. كش حجة اورنج مع يلو. شفتي؟ يلو انت جايب لي قصرية. مش أي قصرية دي. أمال إيه؟ الحملة الفرنسية كلها دخلت اسكندرية في القصرية دي. شمي؟ اف اف اف. عشان كده يعني الشعب المصري جري من ريحة بقى مش. يا عم الحاج هي قديمة بس شغالة والله. يلا يا ماما جربيها. يلا جرب ايه؟ يلا يا ابني توسي انت هتقعد عيب. وحضرتك واقف ليه؟ انا هشغلها لك. شغل ايه ده؟ يلا ساكت. يلا يا هند اجيب لك مقاديف. مقاديف خديها هديه. خدها خدها. احنا جايبين لك شويه انتيكات. لا معلش اسمع الكلام. لا انا ما بفهمش في الحاجات دي. عشان خاطري يا وكيل بقى. انا معايا فلوس. عارف بتاعه مين ده؟ هي دي بتاعه اكبر طيار روسي في روسيا وهو لابسها انفجرت بيه الطياره. طب جايبها ليه؟ إيه والله ده؟ حدث في الكرملين لحد دلوقتي. الكرملين؟ اه والله. خد ده هي. احنا مالنا احنا؟ عارف بتاعت مين ده هي؟ مين؟ دي بتاعت اكبر ديت بتاعت واحد تركي كبير وكان قاعد في الطياره اللي انفجرت بالطيار الروسي. حدثين في الكرملين. الكرملين ايه يا راجل انت؟ الراجل راح قلع الناس في الطياره وجايبها. طب خد ده هي. لا دي عشان هجيب لك واحد. امسك. ايه يا انتي بيضة. عارف بتاعت مين؟ مين؟ بتاعت المضيفة اللي انفجرت في الطيارة. يا راجل دفنوها في الكرملين والله. لم لم لم.
طب خد ده هاي. وايه دي؟ دي اللي غطوا بيها الطيار الروسي لما مات. دي؟ ايوه. ولا كريملين ده؟ هات اي حاجه. خد يا راجل انت. هات. مفاتيح الطياره بتاع الطيار الروسي. شيء. يا ست. نعم. هتشتري ولا نعمل معاك مشاكل؟ لا مشاكل ليه، هشتري بكام؟ 12 مليون. 12 مليون. 12 مليون. الله يعوض. 12 مليون. الله يبارك. 12 مليون. عبيطة. 12 مليون. قلت لك هسرقك في يوم من الايام يا هند. خالد. ودي خالد. فلوس يا خالد. حرمت. خالد. الحقني. الحقني. وانت مين يا؟ انا اللي قلت لك في يوم من الايام هسعدك يا وكيل. ولسه السعادة جاية. فلوس يا راجل انت يا حرامية. فلوسي. انت ساكت ليه؟ مين ده؟ جعفر. جعفر اللي وثقت فيه؟ انا عمري ما وثقت فيه. انا بس احترمت معاهده السلام اللي بيني وبينه. سلام ايه؟ سلام ايه؟ هو اللي وزي ابن عمي وخد فلوسي؟ حقني يا وكيل. شاء عمري حرمت. مش هشتري حاجه. هات فلوسي. باركولي. ايه؟ خلاص لقيت فرس احلامي. لقيت اللي هينقذني من الضياع ويرجع لي نفسي. جالي واداني فلوسي مزوره. ازاي يا مريم؟ ازاي قدر يضحك عليكي؟ ازاي قدر يعمي قلبك؟ ازاي؟ مين هو ده؟ اسمه ايه؟ اتكلمي. جعفر. 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 كفايه جعفر، كفايه كده، نبقى مش قدك. كفايه 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 كفايه. مين جعفر ده يا وكيل؟ وعايز مننا ايه؟ ازاي قدر يضحك عليا؟ ده كان بيحبني، ده عيط في حضني. قولينا الحقيقه يا وكيل، مين جعفر ده؟ جعفر ايه؟ شفت جعفر الندل؟ ماله؟ اخذ مصنعي. مش ممكن. وكتبوا باسمه ورمان انا في الشارع. لا يا ياسر ما تقولش انت كمان. مش ممكن. والله حصل. مش ممكن. ايه؟ يخرب بيتك وبفلوسك يا فقريه. فلوس يا خالد. كده الغراب وطار. مين الغراب؟ صاحب الاستاذ جعفر. جعفر. لا 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 لا. جعفر ده اللي ضحك علينا كلنا يا وكيل. ما ترد يا وكيل. مين جعفر؟ جعفر ده العفريت. العفريت اللي طلع لنا من الخردة بتاعتك، اللي طلع لنا من تمزيرك واسرافك وفلوسك اللي عماله ترميها في الهواء. العفريت اللي طلع من ضعفك يا قاسم، من تهاونك في حقوقك واتكالك على مراتك ست السيد. العفريت اللي طلع من طمعك وجشعك وقلبك الاسود يا خالد. العفريت اللي طلع من ورا ظهرنا، استغل التفكك اللي بيننا وعدم الترابط. العفريت اللي طلع وصرخت باعلى صوتي، قلت لكم العفريت اهو ظهر موجود وسطينا. العفريت اهو. اتريقتوا عليا، عملتوني على ان انا مجنون. دلوقتي عرفتوا مين هو جعفر؟ دلوقتي صدقتوني؟ انا دلوقتي صدقتك بعد اللي حصل. والله صدقتك. ندمانه، ندمانه قوي ان انا صدقته وحبيته. ما تلومنيش يا وكيل، انا ضعيف ومستعمر، كنت محتاج لاي حد اقوى منك اتسند عليه. العفريت هيفضل طول عمره موجود يا وكيل، بس العيب مش فيه، العيب فينا احنا. ما بنقدرش البلا غير بعد وقوعه. ساعات وقوع البلا بيبقى ألم على الخد الغفلان عشان يفوقه، واحنا خدنا بدل الألم عشرة عشرة، وللأسف لسه ما فوقناش لحد دلوقتي. يا ريتني فوق، يا ريتني فوق بقى، فوق 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 وفوق 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 وفوق. العفريت ده قوي قوي، ما هوش سهل، ما هوش بسيط. اسألوني انا، انا مش هقدر على العفريت ده لوحدي. تيجي نتلم يا ولاد العم؟ كلنا معاك يا وكيل.